وباش نوصل درجة القلب الذاكر لله عز وجل لا بد من تلك الدربة. هذه الدربة هي الرحمة سيد ربي اللي أمرنا بها، أذكر الله ذكرا كثيرا، وقلب نعم سيدي في الآيات وفي الأحاديث غتلقى أن الله عز وجل رتب أجورا تكاد تكون خيالية على أذكار قليلة. ألا أدلكم على خير أعمالكم، يعني أفضلها، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الورق بالراء مكسورة هي الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. مش كاين شي حاجة أكثر من هذا الشيء؟ الصحابة تشوقوا بواحد الدرجة اللي ما تصورش على بالهم، قالوا بلى يا رسول الله، ورينا هذا العمل شنو هو؟ لأنه هذا فيت الجهاد، بل فيت الاستشهاد، أن تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فيت الإنفاق، فيت الاستشهاد، فيت الزكاة، فيت شو كله فيته، شنو هو؟ قال ذكر الله تعالى. هذا بالإجمال، كتجي للتفصيل كتبغي تسطيك رحمة الله عز وجل، والله العظيم. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من ينجيب هذا؟ إن الله لا يحمد العبد، يحمد للعبد أو يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إذا فرغ أحدكم من طعامه فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر، ذكر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة، بلا ما ندخلوا في الأوصاف ديالها لا يتسع المقام. ذكر. سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ذكر. هذه الموحدة سواء كان قلبك حاضرا وأنت تنطقها أم كان قلبك غافلا وأنت تنطقها، الأجر مرتب بغض النظر كنت حاضر ما كنتش حاضر. لماذا الله عز وجل يقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ مش ديما القلب كيكون حاضر في الأذكار، لكن بمجرد النطق بها باللسان الأجر خلاص، إذا وافق الحظ الحق فقد وقع الأجر. لكن هذه كثرة الأذكار وانت طامع أن بدي كثرة الأذكار غدا تعمر عندك الجنة بما تحب، وتعد رصيدك بين يدي الله عز وجل بما يسرك أن تلقاه غدا يوم القيامة، هذا الشيء كله تيوجدك باش هذاك القلب مرة مرة كتشعل فيه ديك البولة. حيث القلب عندنا احنا خاصو الخدمة أكثر من طوموبيل مازوت، خصو خدمة بزاف، لكن ملي كيشد الخط وكيشد الطريق صافي خلاص. لشاش ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول الإنسان يسجد في كل ركعة سجدتين، خصو يبقى يسجد إلى أن يلقى الله عز وجل في الصلوات الفريضة وديال النافلة. يقول لكن للقلب سجودا إذا سجده فإنه لا يرفع منه إلى يوم القيامة. كان عندنا منزلة السجود ديال الجوارح اللي كتكون عندنا في الصلاة، لكن القلب إلى بلغ ذاك المبلغ ديال أن يسجد لله بمعنى أن يصير عبدا حقيقيا لله، يعني تتحقق فيه أوصاف خواتم سورة الفرقان التي تلاها على ما سمعنا شيخنا عبد الغفور حفظه الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ملي كتحقق بهذيك العبودية الحق لله ديك الساعة القلب إذا سجد لا يرفع أبدا حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راضي. السيدة مريم لما سجد قلبها لله عز وجل، راكم شفتوا وسمعتوا الكلام ربي سبحانه وتعالى، قال سيدي ربي اللي قرأ على مسامعنا فضيلة الشيخ سيدي محمد القسطاري حفظه الله، هذو الناس الذين سجدت قلوبهم لله. لكن هذاك السجود للقلب راه يأتي بعد دربة. كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. منين جات هذه كلمة هو من عند الله؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا اليقين هذا منين جاء؟ إنما جاء بالانقطاع للذكر لله سبحانه وتعالى. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.